من كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك واسطوره نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك اللي بقول له الف مبروك الكابتن حسين لبيب. كابتن حسين مساء الخير. مساء الفل يا مين، ازيك؟ ازي حضرتك وكل سنه حضرتك طيب والف مبروك وببارك لك، يعني لان انا عارف الظروف الصعبه وعارف قد ايه حضرتك يعني تحت ضغط كبير جدا، ضغط انت بتحطه على نفسك كراجل يعني متعود على المنافسه وبتستمتع بالمنافسه زي كل الابطال من وانت حضرتك لعيب. وعايز اسال لحضرتك، يعني الماتش النهارده بصراحه هل كنت متوقع فوز الزمالك ولا الظروف ممكن كانت مخليك عندك تخوف ولا كنت بتحضر نفسك للماتش ازاي؟ لا يعني انا يعني يمكن الاسبوع اللي فات الماتش بتاعنا مع نادي الاتحاد كان اللاعبين يعني على قدر المسؤوليه عملوا جيم كويس قوي قوي، فادونا انطباع ان هم ابتدوا يبقى في يعني منظومه متكامله داخل نادي الزمالك ما بين المدير الفني او الجهاز الفني بالكامل وما بين اللاعبين ورئيس مجلس الاداره، فحسيت ان بجد القديمه يعني مثبت زي ما نقول ايه التيم كله سواء من ناحيه الجهاز الفني او اللاعبين. في نفس الوقت برضو الحق ان لمجموعة اللاعبين الجدد اللي النادي يعني تعاقد معاهم عاملين فرق كويس قوي في نص الملعب بالذات، يمكن دي من اكثر الحتت اللي هي يعني ما بتمسك نص الملعب بتقدر تحامك في زمام الماتش او في الريتم بتاع الماتش، فالحمد لله يعني كان عندي نوع من التفاؤل طبعا. يا عظيم كابتن حسين، يعني هل حضرتك يعني رصدت مكافآت خاصة بونس سبيشال بونس للعيبة وللجهاز ولا لا؟ لا يعني خلينا نقول الحاجات دي كلها انا بحب تبقى يعني داخل النادي ما لا نفس عنها، انما اللعيبه بجد يستحقوا مكافآت يعني سواء ادبيه او معنويه او ماديه لانهم كانوا بجد النهارده رجاله. يمكن النهارده بالنسبه لي انا برضو يعني اقول كلمه يعني بسيطه عشان ما يتفهمش كلامي غلط، الحكم بالنسبه لي كمشجع زملكاوي مش رئيس نادي كان يعني جنبه الصواب في كذا حاجه، فالولاد كان عندهم اصرار وده برضو من الحاجات الكويسه اللي قدر الجهاز الفني ومجلس الاداره يزرعوها في اللاعبين ان هم يبقى عندهم اصرار مهما كان بتاعه، ده اللي اتفقنا عليه مع اللاعبين ان مالكش دعوه باي حاجه تخليك في الماتش بتاعك مهما حصل، ركز انك تكسب، اكسب برجلك اكسب بايدك، هو ده الاساس بتاع نادي الزمالك الجديد ان هو احنا ما بنبصش اي حاجه بنبص ان احنا عايزين نكسب. فيمكن يعني بجد النهارده اللاعبين ده يعني درس كل اللعيبه وجمهور الزمالكاوي، احنا يا جماعه قادرين على المكسب، قادرين على المكسب طول ما احنا يعني عايزين نكسب ان شاء الله ربنا يوفقنا نعمل اللي علينا وما نبصش حاجه ابدا وهنكسب برضه. فيعني انا مبسوط النهارده جدا من اللاعبين جدا لان كان عندهم يعني الحافز انهم يكسبوا. عايز اقول لحضرتك والله بصراحه دايما حضرتك وانت بتتكلم لان انا بحس يعني بالابطال يعني بحس بيهم، بحس ان حضرتك قول لي انا صح ولا لا، بتحاول تزرع روح الهاند بول في فريق الكوره، هل احساسي ده صح ولا انا؟ لان انا بحس دايما ان الهاند بول بتوعنا الابطال بتوعنا يسمحوا لي الساده المشاهدين ان اقول انها بتوعنا، لان انا بتكلم كابن مع اب مع راجل بعتز بيه جدا ومكانه كبيره جدا بالنسبه لي مكانه رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، هل احساسي ده صحيح؟ العقليه دي حضرتك بتحاول ان انت تزرعها ولا 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 ده ما بيجيش في دماغك؟ لا هو الحق هو ده اللي انا بحاول اعمله يا ميدو فعلا، ان انا اوصل لجميع لاعبي نادي الزمالك ان هم يبقوا عائله زي عائله وما عنديش بايظ يعني مش هتكلم فاقول يبقوا زي عائله كره اليد، لان عائله كره اليد تمتاز بانها فعلا عائله مكافحه بتعشق نادي الزمالك مش فارق معاها حاجه خالص غير ان نادي الزمالك يعلو شأنه. فبالتالي لا انا قعدت مع لعيبه من الفريق الاول في كره القدم وقعدنا اتناقشنا في هذه الامور بالذات
ودينا امثله وقعدنا يعني. خلي بالك يعني هو النهارده برضو احنا اسلوب الاداره بتاعنا كمجلس اداره مش حسين فقط، لان بجد انا برضو معايا مجلس اداره في خدمه الاحترام وكلهم ناس افاضل وكلهم ناس فاهمه رياضه كويس، غير ان كل واحد له باع في حاجه ثانيه. بنحاول نزرع لكل اللاعبين في النادي احنا جماعه عيله، انا مش رئيس مجلس اداره، انا زيك يعني. في الاخر برضو انا يعني كلاعب اذا الان يعني احساسي يعني بتلاقيني وانا بتفرج زي اي مشجع زملكاوي، انا بحب الاحساس ده. انا اسف للمقاطعه سيادتك يا كابتن حسين، الاحساس ده على فكره واصل لكل زملكاوي، ان حضرتك يعني رغم مكانتك الكبيره الا ان انت دايما ما عندكش اي تكبر في التعامل مع اي شخص، ودايما بتحاول توصل رساله ان بمبدا العيله داخل نادي الزمالك. الحقيقه الرساله دي واصله لكل زملكاوي. عايز اعرف يعني اخيرا، هل حضرتك شايف ان نتيجه مباراه اليوم ممكن تكون نقطه تحول في موسم الزمالك، وان دي تكون دافع كبير لان الزمالك يقدر ان هو ينافس على الدوري وان هو يفوز بالكونفدراليه السنه دي؟ يعني كرياضي كابتن ميدو، اهم حاجه ان انت على طول يبقى الهدف بتاعك انك انت تكسب. فانا بعتبر النهارده ان مكسب النهارده نقدر نبني عليه كويس جدا، وفي نفس الوقت برضو عينينا ودماغنا كلها في الكونفدراليه، فانا ما بسلمش يعني ياسو زي ما بيقولوا. اهم حاجه انك تبقى مقتنع انك انت كل ماتش بتنزله تكسب هذه المباراه، انا ماليش دعوه بالاخرين. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. الكابتن حسين لبيب مع مداخله مهمه جدا جدا بيثبت ان الشخصيه اقوى من موهبه. كابتن حسين لبيب بياخد شخصيه الزمالك لفريق كره اليد والطموح والامل والعزيمه والكفاح، وعايز يقول ان بطوله نادي مكسب النادي الزمالك على النادي الاهلي هو بدايه عهد جديد لنادي الزمالك، ونادي الزمالك هياخد الموضوع ده كدفعه كقوه للامام، وان شاء الله القاضي الافضل. بالنسبه لقهوه الخواجه، تحياتي احمد الخواجه، اسمع رايك في الكومنتات.